اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده نقدر نقول ان هي اقتصاديه موفره ولكن قيمه غذائيه عاليه جدا، تعلو قمه الهرم في الفائده والقيمه الغذائيه لكل المحتويات اللي بنعملها. العدس الاسمر ابو جبه، انتوا عارفين سموها ابو جبه ليه؟ لانه عليه الكفر بتاعه بخليه اسود، وانا ما بطلقش عليه الاسود ده مش حلو، انا بقى اسميه العدس الاسمر والسمار جمال. العدس يا ابو جبه ده هنعمله النهارده بصاره. اخواننا الشوام السوريين واللبنانيين عندهم اكله مشهوره جدا في الريف اسمها المدردره، غير المجدره، الاثنين ولاد عم ونفس المكونات. المجدره اللي هي رز وعدس، نفس العدس ده بينطبخوا مع بعض زي الكشري بتاعنا الاسكندراني. اما المدردره عدس بيتضرب في الخلاط بعد ما يستوي وياخد التومه والبصله زي البصاره بتاعتنا ابو فول متشوش. فهنعملها النهارده بطريقه بسيطه وسهله، والطبق ده فيه قيمه غذائيه عاليه جدا ومحتوى غذائي عاليه جدا بيناسب كبار السن والاطفال وكل الاعمار. معانا بعض الاطفال ممكن يعترضوا على العدس، يقول لك انا مش بناكل العدس. هنعمل لهم النهارده طبق كفته جامد جدا، نجمع ما بين المكرونه والدجاج اللي متعودين عليه في طبق واحد اسمها كفته الدجاج بالمكرونه، حاجه لطيفه وجميله كده، مدرسه كفته اللحمه بالرز اللي احنا عارفينها اللحمه الجملي. هنشوف نعملها ازاي، فيها خبره طهويه كده مع بدايه اسبوع السعاده والهنا لكل الساده المشاهدين. الحلو بتاعنا النهارده بقى حاجه لطيفه جميله، العالم بيحسدنا على حاجه مش موجوده بره، القرع العسلي اليقطين، قيمه غذائيه عاليه جدا. عندنا على الطريق الزراعي والطريق الصحراوي واحنا مسافرين رايحين بلادنا نقضي الاجازه معاهم بنلاقيه بثلاثه تعريفه كده ومحدش بيسال فيه. تعالوا خدوه على البيت نعمله صينيه قرع عسل، نعمله مهلبيه، نعمله شوربه، زي ايس كريم، زي ما انتم عايزين. هعمل النهارده مهلبيه القرع العسل على طريقتي بجوز الهند، هتعجبكم. ونصيحه مني، قلل السكر في القرع العسل لان هو غني بالسكريات، فكل ما تقلل السكر من الحلويات كل ما كانت امنه ولطيفه. مش عايز اطول على حضراتكم لان في معلومه غير معلومه، افكار طهويه بسيطه وسهله ولكن بقيمه ماليه قليله جدا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا نعمل طبق كفته النهارده، والحاجه اللي انا هعملها النهارده دي للامانه يعني فيها خبره طهويه. ازاي اجيب المكرونه، مكرونه بقى اسباكيتي، مكرونه قلم، اي نوع مكرونه، ولكن لو تفضل تكون المكرونه الصغيره بتاعه الكشر الصغيره تبقى حلوه. لو الاسباكيتي موجوده عندك اسلقيها وقطعيها. المقادير على الشاشه، صدور فراخ، مكرونه صغيره جدا، الخضره بتاعتنا شويه كزبره، عود كرفس، قرن فلفل مش حار، شويه نص ونص كده عشان الاولاد ياكلوها، وبصل والتوم. والمقادير على الشاشه، تقدر تصورها بالتليفونك، تكتبيها ورايا سريعا كده. الاساس مكرونه وصدور فراخ. تعالوا نعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. ومعانا الكبه بتاعتنا صديقتي. حلو، هنعمل ايه يا عم الشيف؟ نشيل ده كده وناخد صدور الفراخ اول حاجه. وانت بتشتري صدور الفراخ لها لون لطيف حلو كده، خلي بالك لو هي بيضة اعرف ان الفراخ دي متخزنة بقالها كتير عند الراجل الفرارجي، مهم جدا تبقى عارفة الموضوع ده. وانا لما بقول المطبخ يا نعم. معانا الكزبرة الخضرة دي هنا بتدي طعم دايما لطبق الكفتة، وخاصة لو كانت فراخ. البعض بيحط ريحان او البعض بيحط روزماري، فبيتهموا الشيف دايما بيستخدم الروزماري كتير. والله صراحة والله انا بستغرب النهارده مفيش روزماري ليه؟ زعلان عيط يعني، مش موجود الروزماري النهارده بجد، عشان النهارده السبت لسه ما جبناهوش. طيب حطينا كزبرة وحطينا فراخ، هنحط البصل الناعم. انا الهدف من استخدام الريحان والروزماري ليا هدف، ايه هو؟ المعدة بتحتاج، والكولون بالذات لما بيبقى فيه زحمة بيحتاج للفليفر بتاع الاعشاب، فبتبقى ريحته طيبة وريحته جميلة حلوة وبيساعد على الهضم. الفلفل ده حلو، نسقطه كده مع الخلطة دي كده. كل دول مع الفراخ يا عم الشيف. مش هنحط توابل، التوابل هنحطها بعد ما نفرم كل ده مع بعض. خلي بالك أنا دايما بحب إضافة التوابل للكفتة بعد ما تتفرم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ حلو قوي. نقلب دول تاني مع بعض شويه. معانا اتصال يا حاج عادل. حاج عادل فرصه والخلاط واقف، اسمع صوتك حاج عادل. الو، شكرا يا حاج عادل. دايما الطبيعي الخلاط لما تكونوا بتفرمي فيه لحمه او كفته حتى يعني حاجات بصل وكده، احنا عملنا ايه؟ قلبناهم ونضربهم كمان ضربه تانيه. فرمنا الدجاج، معلش انا حابب افرمه مع حضراتكم بس علشان الطبق ده الاطفال هيعجبهم قوي على فكره، يعني لما تعمليه بنفس الطريقه وكبار السن كمان، لانها اكله سريعه الهضم سريعه المضغ جيده الصنع. خدنا الفراخ بالشكل ده كده اهي، تنزل على المكرونه الصغيره اهي. ايه الجمال والحلاوه دي اهي يا نعم. طب انا بس عايز حاجه بعد اذن حضراتكم، نركز في الطبق اللي بعمله ده للامانه والله العظيم، هتعمليه لاطفالك هيعجبكم. وحاجه جديده، احنا عندنا مكرونه بتكونوا سالقينها بايته في الثلاجه، سلقتها مخصوص ايا كان الهدف وصلنا له، مكرونه هي زي الفل. ومعانا فراخ فرمتها، الفراخ مش هقول ان هي رخيصه عن اللحمه، لا امنه شويه يعني ما فيهاش دهون، ممكن كبار السن ياكلوا منها، ممكن مع حد معاه مشكله مع الكوليسترول ياكل منها. والمكرونه النشويات والكربوهيدرات اللي فيها برده امنه وسهله. عندي وكيس مكرونه والله جبته ب 4 جنيه 85 قرش يا 450 جرام. هنجيب الفراخ فرمتها وحطيتها مع المكرونه مع بيضه بالشكل اللي انا شغال بيه ده كده زي الفل. وحاطط توم وبصل مع الفراخ، هنحط البهارات بتاعتنا واحنا شغالين مع بعض واحده واحده. اللهم صل على النبي. ايه البهارات؟ شويه بابريكا حلوين، شويه كركم، الفراخ تحب الكركم، نحط شويه زعتر والملح والفلفل بتاعنا. واحنا شغالين واحده واحده نهيئها من الاخر يعني. وادي الملح مع مين؟ تخزين المشمش. حلوه المشمش عشان يتخزن. انتوا عارفين المشمش اللي هو معروف طبعا في بنشوفه في رمضان اللي هو القمر الدين ده، مشمش في الاصل يعني، بيختلف طبعا من مصنع لمصنع ومن منتج لمنتج. ولكن انا بصراحه عشان اخزن المشمش محتاج لعمليه التخزين وماده التخزين وماده الحفظ. احنا ليه نخزنه؟ احنا نجيبه نشيل النوايا منه ونحطه في اكياس ونشيله في الفريزر وخلص الكلام. ده بالنسبه للمشمش. ولكن عشان يقول لك اشوفك في المشمش، احنا نحاول بقدر الامكان لما نشوف المشمش قدامنا نستغله. انا يفضل طبعا تخزينه على شكل مربى، يبقى حلو قوي. يعني تجيب المشمش تعمليه مربى. تتعمل ازاي المربى؟ بناخد المشمش ده نشيل النواه ونحطه في محلول سكري مع عصره ليمون ونسيبه على النار لغايه لما يتدمس، وبعدين نعبيه في البرطمان. دي الطريقه الافضل لتخزين المشمش والاستفاده منه. حلو او تمام. برضو لو عندكم زياده ممكن نعمله عصير ونشربه كده وبالف هنا وشفا. عندنا المكرونه بتاعتنا خدناها زي ما هي كده اهي الصغيره. الله، ايه الجمال والحلاوه. فين المكرونه؟ في قلب الفراخ اهي. عجن العجينه دي كده زي الفل اهي. مكرونه صغيره عجبتني وعجبني شكلها. لا ما ينفعش لسان العصفور، لسان العصفور بقى رز. انا حابب المكرونه دي علشان هي فاضيه من جوه، فمع الكفته لما اجي اكلها هتدي طعم كده وقرمشه لطيفه حلوه، كانك حاطه فستق حلبه جوه الفراخ. بالشكل ده كده اهو. كل ده مع بعضه يا عم الشيف. هنبدا نقرصها مع بعض بقى ونشوف ازاي نحمرها في طاسه ندخلها الفرن حسب الرغبه اهي. بس ولكن في طريقه حلوه قوي لتحمير الفراخ دي هتعجبك. ايه هي؟ عندنا في السوبر ماركت بيتباع تركيبه كده عباره عن دقيق وبعض التوابل والبهارات، ممكن تجيبيها، ممكن انت في البيت تعمليها. دقيق مع نشا مع شويه بقسماط، الخلطه الحلوه دي كده، وتستخدميها في قليل بعض الحاجات زي كفته زي سمك زي جمبري بالشكل الحلو ده كده. ناخدها كده
ونحطها في الخلطة دي كده. حاجة جديدة اهو، حاجة جديدة. انا يهمني طبعا الاطفال الصغيرين. في طاسة مش طعمية خالص، طاسة بتسخن على النار مهمة جدا، بس انا خلينا نعمل شوية كده ونوريهم لحضراتكم علشان ممكن الاكلة دي تتخزن، يعني تعمليها وتخليها ايه وقت التخزين، عايزة تعمليها تتراجع من الشغل وعايزة تعملي حاجة سريعة لأولادك هي تسعفك مفيش مشكلة. اهي نحطها في قلب الخلطة كده اهو. زي الفل. مش بقسماط، ده دقيق مخلوط بنشا مخلوط ببهارات. زي الفل. خلطة بتتباع عند العطار جيبيها مفيش مشكلة، هتدفعك، بيبقى فيها فليفر وطعم حلو، بوفر عليك الوقت. الستات اللي بتشتغل والامهات اللي عندها شغل، حاجة سريعة حلوة اهي، ما خدتش منك وقت. شيش طاووق بنجيب، يفضل طبعا، انا شخصيا لما اجي اعمل شيش طاووق بعمل الوراك بتاعه الفراخ والدبابيس دي، بتبقى لطيفه وحلوه طبعا في شيش طاووق، ولكن الصدور بتبقى قاسيه شويه في عمليه السوى، ولكن بعض المطاعم بتعمل الصدور لانها حاجه سهله، بيجيبها لسه يسحب الفراخ وياخد منها الوراك. لا، ولكن يفضل الشيش طاووق يتعمل من الوراك وتتبل طبعا مع عصير ليمون مع ثوم مع زبادي عشان تبقى طريه، وياخد مستردة وياخد الملح والفلفل، وبعد كده نسيخه في قلب السياخ الخشبيه، ده الصح. ولكن لو عملنا الصدور مش هتقولنا، ويفضل طبعا اضافه مشروم طماطم بصل زي ما احنا حابين. بعمل شويه كفته حلوين كده، لان بصراحه الطبق ده بيغنينا، عايزين طبق سلطه خضراء جنبه وكده اتعشت. يعني اللي تعمل الاكله دي لولادها او لجوزها بنفس الطريقه، وطبق سلطه خضراء فيه خس وطماطم وخيار كل حاجه وجرجير، وبعدين كده اتعشت وزي الفل مع صحن بطيخ ونحمد ربنا. يا نعم. انا شغال اهوت، طاسه بتسخن على النار، ابدا احمر دلوقتي، بس خلوني طالما انا شغال في الخلطه دي كده، بحبها تبقى مره واحده، واحطها هنا كده اهو. شايفين انا بعمل ايه دلوقتي؟ دي طبعا بالشكل ده كده تاخد مكعبات زبده دلوقتي في التحمير، برضو طبق حلو اقتصادي، مش اقتصادي ولا حاجه، عشان برضو ما نقولش الشيب بيعمل، لا بنعمل اكلات مش مكلفه، بس الخبره الطهويه هنا بتساوي حاجات كتيره. وجود البيضه جوه الخليط ده بتغنيكي على ان هي تبقى كلها شكل واحد. ممكن نعمل بقيه الكميه ونخليها ما فيش اي مشكله، واحنا مع بعض دلوقتي مخرج يدينا وقت، او حابب تطلع فاصل تحت امرك يعني زي ما انت عايز. ناخد الكفتة دي ندخلها الفرن مع بعض كده اهو، ناخد الكفتة دي ندخلها الفرن بعد اذن الشباب اهو. يلا اهي حاطط مكعبات زبدة على الوش اهي زي ما هي كده اهي. نظرة الوداع لمدة 10 دقايق اهي، بص عليها، صلي على الحبيب قلبك يطيب. كفتة الدجاج بالمكرونة، حقوق الطبع لدينا وبس. ما تبصلي بصة حلوة كده، عينيا هيجيبهولي دلوقتي، مساعدين الشطار حلوين اهو. نطلعها ونبص عليها كده، ايه الجمال والحلاوه دي. ادي الكفته بتاعتنا، نقلبها تقليبه حلوه كده بسرعه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ خد راحتك خالص. شفت التقسيمه بتاعتها؟ شفت التقسيمه بتاعتها؟ دي هتخش الفرن تاني، تاخد شويه تسويه، تقدمها مع كاتشب، تقدمها مع مايونيز، تقدمها مع عينيا زي الفل. خدت زي ما هي كده، الله، نبص عليها كده كمان اهي في قلب الخلاط اهي زي الفل. ايه الحلاوه دي؟ ما فكتش ولا اي حاجه من قلب التلاجه زي الفل اهو. ممكن نغرفها مع كاتشب او مع مايونيز حسب الرغبه.
حلو قوي. هوبا هوبا، عينيا 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 يا باشا. مهم جدا في الكفته دي يا شباب حاجه حلوه، ايه هي بقى؟ لو انت حابه تقدمي معاها رز ابيض تبقى حلوه، حابه تقدمي معاها شويه مكرونه بصوص طماطم تبقى حلوه. الف انا وشيفا ليه اللي ياكل؟ ما فكتش؟ تفك ازاي؟ احنا مش بنهزر. حلو قوي، وبعدين فيها صوت، تحس المكرونه اللي هي متفرغه من جوه مخليها خفيفه. شايفين الحجم الكبير ده؟ بس صدقيني لما تمسكها في ايدك هتلاقيها خفيفه مقرمشه. ليه؟ المكرونه فاضيه، عكس ما نضربها في الخلاط. بيسالوني ليه ما ضربتهاش في الخلاط؟ لو ضربتها في الخلاط هتبقى معجنه. شويه كفته صغير وكبير هيحبها. شيل ده من هنا بقى خلاص. زي الفل، تمام يا فندم. حلقتنا النهارده للامانه بساطه، سهوله، مرونه. الهدف منها زي ما اتعودنا دايما من الشيف المغازي، بيبقى وراه رساله من كل حاجه بيعملها، انك لما تخش المطبخ حط قدامك كده الاساسيات للقيمه الغذائيه للطبق اللي بتعمليه. انا عملت النهارده طبق بصاره. لو جينا نعمل عمليه حصر للعناصر الغذائيه اللي موجوده فيه، البصل والعدس بتاعنا ابو جبه الجميل الحلو ده كده اللي احنا محددين اقامته مع طبق كشري، النهارده وسعنا الصوره وعملناه طبق بصاره لطيف وحلو، سلطه خضراء على السفره بتاعتنا، العيش بتاعنا الحلو من الطابونه اللي على الناصيه، الكفته الحلوه اللي انا برضو سبتها مفتوحه، قدمي معاها مايونيز، قدمي معاها كاتشب، صوص طماطم حسب الرغبه، تعملي معاها وايت صوص وتدخليها الفرن تاني تبقى لطيفه، ابدعي بقى انت بتعملي لاولادك. شوف المغازي بيوصل الرساله وانت تبداي تطوريها زي ما انت عايزه. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.